بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد حل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، محافظة الإسماعيلية. أول سؤال أكمل العبارات الآتية: الثعلب القطبي اللي بيعيش في الأماكن الباردة الأذن بتاعه إيه عشان تساعده دافئا؟ يا ترى الإجابة طويلة ولا قصيرة؟ أقول له الإجابة قصيرة، أذن قصيرة تساعد على الدفء. يعتبر الحبل الشوكي من مكونات أنهي جهاز؟ الحبل الشوكي مرتبط بالمخ، يبقى الجهاز العصبي. القوة التي تجذب الأجسام لأسفل اسمها قوة مين؟ برافو عليك، الجاذبية الأرضية. زي لو رميت أي حاجة لفوق هتنزل على سطح الأرض، لأن الأرض كلها قوة شدتها بيها. يعتبر مين الصورة المرئية، يعني اللي أشوفها للطاقة؟ مفيش غير مين الضوء يا ولاد، هو اللي بنشوفه بالعين، عشان كده قالوا عليها الطاقة المرئية. علل اليربوع القافز المصري له أرجل خلفية طويلة بتساعده على الإيه؟ على القفز مسافات طويلة. يبقى الإيه؟ الأرجل الخلفية الطويلة لليربوع المصري بتساعده على الإيه يا جماعة؟ القفز مسافات طويلة. طب القفز مسافات طويلة تساعده على الإيه؟ الهروب وقت الخطر. كلام جميل، أدي السؤال الأولاني، ونيجي للسؤال الثاني. اكتب المصطلح العلمي وأربع جمل: 1 2 3 4. حذر فذر، من المواد اللي بتسمح بمرور الضوء من خلالها؟ المواد الشفافة. برافو عليكي، اللي قالت المواد الشفافة تعدي الضوء، لكن اللي ما يعديش المواد المعتمة. طيب عملية ارتطام أو اصطدام جسمي بجسم آخر مال الامتحانات؟ يبقى ده تعريف مين؟ التصادم يا مودة. السؤال اللي بعده يا شطار: خصائص بتساعد الكائن الحي على البقاء والتكاثر، ده تعريف وحدة كاملة، وحدة التكيف. طيب قوة تنشأ بين سطحين جسم متلامس وتؤثر في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة، ده تعريف قوة مهمة اسمها قوة الاحتكاك. السؤال اللي بعده: ماذا يحدث إذا وضع جسم بين مصدر الضوء والحائط؟ الإجابة سهلة جدا، يتكون ظل خيال للجسم على الحائط. الإجابة ببساطة يتكون ظل يعني خيال للجسم، ويكون فين؟ على الحائط ويمكن رؤيته. نيجي للسؤال الثالث والأخير في الامتحان، اختر الإجابة الصحيحة. كل ما يلي من أعضاء الجهاز التنفسي، كل دول موجودين ما عدا مين؟ برافو عليك، اللي قال الأمعاء الدقيقة اللي هي المصارين، دي مش موجودة في الجهاز التنفسي، أمال دي موجودة في الجهاز الإيه؟ الهضمي، عشان بتهضم الطعام. الطاقة الكيميائية المخزنة في البطارية، دي صورة من صور مين؟ أقول له من صور طاقة الوضع، اسمها طاقة الوضع الكيميائية، ونختار دي. السؤال اللي بعده: تزداد طاقة الوضع، تزداد طاقة الحركة آسف، بزيادة مين؟ بزيادة السرعة. كل ما زودت السرعة تزداد طاقة الحركة يا شباب. السؤال اللي بعده: رفع الإبهام لأعلى أو خفضه لأسفل، ده نوع من أنواع مين؟ كلنا عارفين الإجابة، ده نوع من أنواع الشفرات يا بركات. ونيجي للسؤال الأخير، استخرج الكلمة غير المناسبة، مين الكلمة اللي دخلت في الموضوع وده مش مكانها؟ ركل الكرة ولا غلق درج المكتب ولا سقوط التفاحة من على إلى الأرض ولا الضغط على المفتاح بتاع النور ولا رمي الكرة الأعلى؟ مين الجملة الصحيحة؟ برافو، اللي قال سقوط التفاحة على الأرض، دي الجملة المختلفة. اشمعنى التفاحة وقعت؟ بقوة شد الجاذبية الأرضية. ولكن ركل الكرة أنا اللي شط، غلق الدرج أنا اللي قفلت، الضغط على المفتاح أنا اللي ضغطت، رمي الكرة الأعلى أنا اللي رفعت. يبقى دي الجملة الغريبة والعجيبة والمختلفة. كده خلص امتحاننا،
امتحان محافظة الإسماعيلية يا رب يكون جميل وسهل ومفهوم.